دونك القعده هذه هي باش نحكي في اول قعده زي باش نحكي في حاجه اللي كيف ما قلت انت لي جون ما يعرفوهاش ولا ما يعرفوش حتى اش معناها وحتى فما اغلبيه المواطنين وحتى شويه سياسيين زاد واللي هي نظام السياسي دونك راوند شو معناها جايبتها متواضعه هي مروا عندها ما تكون في النظام السياسي العفو به تعرف الكون مونوبولي ريغل دو جو نتاع مونوبولي النظام السياسي هو الريغل دو جو نتاع الدوله اش معناها يعني نظم يعني العلاقات اللي بين السلطات الثلاث اللي نعرفوهم قالهم هاو في الفيديو تم في ذي انت في ذي تشريعيه ونفكرك في القضائيه هو سي التنفيذيه هو سي التنفيذيه اما برا نقولوا لي ريغل دو جو سي بلوتو الدستور نتاع مونوبولي اما النظام السياسي هو اللي ينظم علاقه المؤسسات تاع الدوله ببعضها وي وخاصه اللي فهمنا شكون اللي يحكم في البلاد قيس سعيد صحيح يحكم في البلاد دونك شد في بحثك انت شد في بحثك وش عليك خليك قلب كلامنا موضوع